بجو علمي ممزوج بالحماس، كرمت إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع الطلاب المشاركين في المرحلة النهائية من المسار الفردي في البطولة المدرسية البرمجية لهذا العام، والتي أقيمت اختباراتها في مقر المركز الوطني للمتميزين في محافظة اللاذقية. المسابقة البرمجية هي أول مرة بنعملها بشكل رسمي، هي عملناها قبل بسنتين قبل الكورونا بنسخة تجريبية لنشوف إذا هي عن جد قد تكون مورد جيد للأولمبياد العلمي السوري، بأنه ناخذ شباب صغار وصبايا بصف السابع والثامن وما بعد لحتى نبلش ندربهم. عم نشهد ختام البطولة المدرسية البرمجية اللي تقام لأول مرة. هيدي البطولة بتستهدف شرائح متنوعة من كافة الصفوف بدءا من الصف الخامس وحتى للصف الحادي عشر، نهدف من خلالها للوصول لشريحة متميزة جديدة تكون رافد للفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية، ويكون لها الفرصة لاحقة من الانضمام للفرق العالمية. البطولة تمتعت بجو من الحماس والفرح بالنتائج والتكريم الذي شمل جميع المتنافسين، إذ جرى ترتيب الطلاب حسب مجموع نتائجهم بعد أن تمت عملية التحكيم بشكل آلي، وتم تقليد الثلاثة مشاركين الأوائل ميداليات ذهبية والثمانية المشاركين ميداليات فضية، بينما تم تقليد بقية المشاركين ميداليات برونزية. شاركنا بالأولمبياد البرمجة والحمد لله تأهلنا، طلعنا من الذهب الحمد لله. كانت تجربة كتير حلوة، استفدنا فيها وعرفنا نفكر فيها بشكل خارج الصندوق، قدرنا نستفيد من الفكرة اللي نحن بنحتاجه ونقدر نسخره بالطرق اللي نحن بنحتاجها. قمة الفشل إن نحن ما نحاول، فلازم نحن نحاول إنه نحن نبدع بالشيء اللي بنحبه. شاركت بالمركزي وما طلعت فريق فجيت شارك هوني. اكتشاف المتميزين ورعايتهم والإشراف على إبداعهم هو ديدن عمل هيئة التميز والإبداع التي تسعى إلى العلم والمعرفة والمنفعة على الطلاب ووطنهم سوريا. من جامعة تشرين باسم عباس، قناة سما الفضائية.